يقول لك يا طويل العمر السلام عليكم. نحن في بنك وطني نكرف ويقيمنا هندي يظلمنا، يقول ما حد يسمعنا ما حد نفتكر. الإعلان جاهز، نستمع إلى إعلان الدب. سمعني عاد ما سمعنا. خبر عاجل، لقد اكتشفنا أثار أقدام دب في كافة أرجاء المدينة. نعم، أثار أقدام دب في السوبر ماركت بمختلف أنحاء الإمارات، وكلها باتجاه قسم منتجات نيوترو. إنه نيوترو، الدب قد عاد، يبدو أنه سيقول شيئاً. مرحباً، لقد عدت مع عروضات مميزة على منتجات نيوترو اللذيذة من الويفرز الدايجستيف والكراكرز وغيرها. تعالوا واحصلوا على منتجكم المفضل من نيوترو الآن. والله ما أدري، يمكن نيوترو هو الدب يقصدون. زي بس عن شخصية فرادة ما حد يشوفها ما في التلفزيون. شل يعني ها كلام كلام دب ها؟ لا يتكلم ها دب شي لغة دببة. أيوة والله يا طويل العمر خلى عربنا. يلا يلا مفروض والله هو بيني وبينك صدق جات على هذا يعني. خلى على الله يا سيدي. هذا يقول عندي ملاحظة على صندوق الزواج. فالك طيب إن شاء الله. السلام عليكم. يقول صباح الخير، يوم الاثنين الماضي كان أخوك المحامي بن حيدر يتحدث في برنامج الأسبوعي عبر إذاعة راديو نور دبي. عندما يضبط أي مواطن ومرتكب أي جريمة تجد كل الصحف المحلية لدينا والعربية والأجنبية تتعمد ذكر جنسيته وتحس لأنهم يرغبون في الانتقام منا أو حاقدين علينا أو حاسديننا برشد. هؤلاء الصحفيين نفس الصحفيين الموجودين في الخارج، يقول الذي يسبوننا ويشتمون دولتنا لأن هذه الجنسيات وخاصة العربي. واحد منهم قال لك أنتوا تحطون الأكل في حلوجنا ونحن نحط أصبوعنا في عيونكم. شوف بنفسك الجرائد، المجرم إذا كان من دولة عربية يكتبون جنسية عربي والهندي والباكستاني والبنغالي آسيوي. يا ريت لو تتواصل مع ابن حيدر على الهواء بيخبرك الموضوع كامل، وأن الموضوع طبعا محتاج لتفصيل. الله يقول خليك لا تطنش رسالة وشكرا. والله يا طويل وكلامك يعني ما أقول لك كلامك، لا كلامك صح مليونين في المية. هذا حاصل، هذا واقع نحن نعيشه في الإمارات. إيه ما يصدقون يوم يقول مواطن بالخط العريض يكتبون ها كتبوا لك تحت شوي تحت آسيوي. إيه إيه ما أدري ليش، خلى على الله خالي. معلش بما يتعلق برامج الإسكان ما بعدنا الله يخليكم، تقديم خاصة ما يتعلق بتقديم الطلبات. هذا يقول لك ترى مقدم والحمى، لكن بما يتعلق مواضيع أخرى غير تقديم الطلبات على عيني ورأسي. ولكن اللي يقدم أنا من 10 سنوات واللي من 2 واللي من 3 هذا الأمر الله يخليكم ما بعدنا. هذا تراجع أنت في الإسكان، عندك إشكالية معينة في الطلبات في شيء في هالأمور نعم، ولكن في تقديم الطلب في بعض الإجراءات اللي هم في تقديم الطلب لا خالي. هذا ما أيضا لأنك أنت إذا تسأل خالي يقول لك نحن طويل العمر عندنا نمشي على موضوع النقاط وما نقاط وهذا والأسامي كلها موجودة. معلش أنا بعد البرنامج أعتذر، هل يقول لي كلمني بعد البرنامج؟ أنا أعتذر يا طويل العمر ما أقدر صراحة. ايضا يقول السلام عليكم، انا ابى اتوظف عندكم في الاذاعه بس ما عندي سي في.
نحن ما عندنا وظائف وايد، محتاجين الى 200 200 مذيع و200 مذيع و200 و200 الله بسمي. يعني المشكليات على السي في خالي. وش قال واحد بس يقدم الحين دوين ما سي لازم سي في يا طويل العمر. مشكله لو عندك سي في مشكله ما يقول ايه. الله المستعان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو السلام عليكم. يا هلا وسهلا، كيف الحال؟ الله يعزك يا سيدي. شو اخبارك؟ طيب ان شاء الله. اللهم لك الحمد. شيخ انا عندي ملاحظات بخصوص الاراضي وامور اللي تتعلق بالشارجه، مارت شارجه. نعم مكرمة الشيخ. صراحة يعني الأوراق بعد ما سوى فيها شيء، يعني كل ما نراجعهم يقولون والله بعد تحت الدراسة، يعني الموضوع طول وايد. يعني عمي أنا أمس قبل يومين طال عمرك طالع دفعة موافق عليها المجلس التنفيذي لإمارة الشارجة الله يطول لي عمرك. قبل كم من يوم، أيام بسيطة يعني ما كملنا أسبوع يمكن. واحد يشوف حالتنا ساكنين في جارات والله متغربلين. هي بس طويل العمر الآن طويل العمر في برنامج الله يخليك في إمارة الشارجة، يعني برنامج اللهم لك الحمد يعتبر ناجح، واهتمام سيدي صاحب السمو الحاكم الله يجزيه خير والإخوان القائمين على الإسكان في إمارة الشارجة، يعني عمل متواصل الله يجزيهم خير ويشتغلون لين الساعة خمس، لين الساعة خمس يشتغلون مساكين ان شاء الله. ان شاء الله. ولكن طويل العمر لا، بما يتعلق انت الان اذا ساكن بالايجار هناك في طويل العمر بالنسبه للحالات اللي هي الحالات المستعجله، يعني ما يصف عندي انا ديون متراكم علي. زين انت تقدمت طويل العمر على اساس يعطونك بدل ايجار؟ انا بدل ايجار قدمت كل مكان بدل ايجار سنويه. نعم ايجار عشان اتفرغ في الامور هذه. زين لا انت قدمت على اساس يعطونك بدل ايجار يعني مال المسكن؟ مال المسكن لا انزين معلش هو خالي على حسب هو انا ريالي تيم لا في الاسكان طويل العمر. في الاسكان شيء اذا تساكن بايجار طويل العمر تقدم في الاسكان هناك واللي يدفعون عنك الايجار، هاي ميزانيه حطها الشيخ سلطان. اسكان الشارجه طويل العمر. نعم اسكان الشارجه الله يخليك. ان شاء الله خير. زين طويل العمر وان شاء الله ان شاء الله لا تامل خير ان شاء الله. تامل مرحبا حياك الله. تامل خير وسير الاسكان طويل العمر. هم عندهم بعض الاشتراطات، اذا توفرت فيك هذه الاشتراطات يدفعون عنك الايجار جزاهم الله خير بامر من الشيخ الله يطول عمري. ان شاء الله ان شاء الله. الله يسلمك ويخليك. مرحبا وتامل خير ان شاء الله. امين لان مجبل عليكم خير الحمد لله رب العالمين ان شاء الله يا رب العالمين. مبادرات الكثير لسيدي صاحب السمو رئيس الدوله ما يتعلق بالمباني الحكوميه جزاه الله خير، ايضا الشيخ سلطان جزاه الله خير، الاسكان في الشارجه الحمد لله رب العالمين، برنامج جايد للاسكان الحمد لله، كلها تصبها في مصلحتنا في النهايه ان شاء الله يا رب العالمين. صحيح الله يعزك ويجزاك الله خير. حياك بس راجع حبيبي اذا تنطبق عليك شروط يدفعون عنك الايجار يا طويل العمر. ان شاء الله لا يسمعونك الحمد لله، يسمعون كل حد. الشيخ روح يسمعكم جزاه الله خير. ان شاء الله الله يجزيك خير. مشكور حبيبي الله يفرج عنك الغالي. يا اهلا وسهلا فيك في حفظ الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا الحين بيرد علي ابو راشد ان شاء الله. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هلا انا رايدني الله يخليك الله تعال شوي ابو محمد. الو احسن قطع الخط. انت قطعتي ولا احسن خالي وين طلع لي حلمان البارحة في الليل كله حلمان جن يا ريال اسكت عني يا ريال سخ يا ريال سخ سخ حلمان اني صرت سوق الجمعة والفتاني اللي يبيع زوالي طلع جني سخ يا ريال ودوني لهذا ما لا تخليني أكمل الحلم لأن حلم وايد قمت من الرقاد مرعوب يا ريال قم ما متعشي من اللي سمعت البارحة من الجن ومن هذا راشد رحمة تظل فيني إذا الله خير. ألو السلام عليكم براشد. الله يخليك. لا ما بأذيك خلاص. الله يخليك لا تطريلي لا تطريلي الجن الله يخليك. وين طلعت لي أنت يني أشوف انت الله يخليك لا تطريني لا تطريني الجن الله يخليك مسكين يقول لا تطريني الجن لا تطريني الجن بعد البارحه حلمت عمري ساير سوق الجمعه
والفتاني والفتاني اللي يبيع الزوالي اشوف انقلب فجأة انقلب جني عيون طوال كذا واستوالي رعب حطني في الزولية وفرني في الوادي وياني الوادي وشلني يا ريال واخر شيء المفسر مال احلام دوق خبرك زعلوا مني حينه قالوا انت وش تبى تطري ليه وش تبى تقول ليه وش تبى تسوي العلوم هاي الله يخليك لا كان زين لا الحلم تعرف شو فرني هذا اللي استوى جني مال الزوالي علي وين ما وديتي المستشفى قلت بوديك زين خالي اسمعني ما وديتي المستشفى اصبر خالي باكر عندي اجازه بوديك ما باليوم باكر انا عندي اجازه لو هذا اسمعني زين اسمعني يا ابو محمد ابو محمد سعيد سعيد وعسكور حبيبي اخواني ما نافعيني اخوي انا شو اسوي انا اخوك حاضر انا اخوك حاضر عمي باكر انا ما بقايلك قايلك بيك باكر قايلك بيك باكر ترى باكر الخميس باكر بيك انا ما بصراحة انا بس بسير مستشفى زين بيك باكر اول بيك باكر عقب بوديكم بموت عيم بيوم بموت انا عقب لا لا ان شاء الله بعد عمر طويل بعد قصير شو بيستلك خلي واحد يا اخي يوديني مستشفى دبي شويه بيودونك زين طويل العمر ما بي واحد يصير مستشفى دبي يطبلون يقبلون اصبر شويه ابو راشد نعم ان شاء الله زين شوف اسمع باكر ترى الخميس لا تجيب لي سالفه الجن لا بجيبها انت امس طلبتني قلت لي تبى بيضه ولا سودة انا السودة ليك والبيضه حقي اعوذ بالله اعوذ بالله خل السودة خلها ليك والبيضه لا اعوذ بالله اسمعني زين بارك الله فيك الله يخليك يا الدنيا كذا تسمع لا حول اسمعني زين اسمعني الله يخليك الله يخليك انا عندي بس ملاحظة يا ابو راي انا اعرفك انك ريال كريم وطيب وتفهم الناس تفهم ظروفهم وتفهم هذا بس شو انا عاني من حاله صدق مر كنت اداوم في جبل حفيد قبل جبل حفيد تعرفه لفه هذا العين اي نعم معسكر مر علينا محمد بن زايد الله يذكره بالخير زين. والله العظيم هاي صدق السالفه ومسكين وقال دق لي بالبند هذا شو يسموه ادلي سلام الشرع ما ادت لي سلام الشرع مسكين قال لي اقحم قال لي روح يعني شو كيف احترام فيهم ويهم قدر وهذاك عقيد الكابتر كان عقيد هذاك الثاني روح بس شوف محمد مزا مد يديه وسلم علي وقال لك حم ولد زايد هذا عمي اي هي والله العظيم انه قال لك حم عن المروحه عن هذا المروحه الطياره قال لك حم عن المروحه مسكين شوف يعني في محبه يعني كيف محبته والله العظيم انه في محبه اللهم لك الحمد الحمد لله جزاهم الله هي والله ويوم مريت ويشوف الرتب من الرقيب منو هذا يشوف الرتب مسكين بعد هو قال انه لو بيعصب بيردنا مره ثانيه قبل دو تغرى اسلم عليه بس هذاك حسن سبيل عاد حسن سبيل هذا اللي مسوي مشاكل مسوي قبل ما مسوي مشاكل هم مسكين بعد ريال شديد يعني بس هذا مشكلة العسكرية لازم خالج شوي العسكرية شديد شوي اي نعم انا احب اسولف انا اذا ما سولف اتعب انا احب اسولف عند الناس وما مقصر وياهم وشي يسموه المستشفى ابا مستشفى بس ودوني مستشفى نفسية شوية بس لو يعالجوني ان شاء الله متى بيعالجوني زين باكر بيك بتفاهم وياك يا ابو عسكور يا ابو سعيد يا ابو محمد لا ابو راشد ما يالس انا بتعالج زين باكر بيك انا بيك انت قلت لي اليوم لا اليوم دوام اليوم دوام قلت لك الخميس خالي اليوم الاربعاء باكر الخميس صح باكر الخميس نعم بشلك وبنسير وياك سوق الجمعه سوق الجمعة هنا بوديك الدكان اللي حلمت البارحة انت وش دراك انا اللي حلقت هناك على هواك قال انت لا حول الله وش دراك اني حلقت هناك انا ادريبك شفت كيف اعرف انا هي ابو راشد انت ما شاء الله عليك فاهم وعارف ما شاء الله عليك فاهم وعارف بس حولني زين باكر بيك بعسكور حبيبي عندي شغل الحين زين باكر بيك
زين هي باكر بس زين مسبب يحولوا لي مستشفى. زين تخلني اي باكر قبل بتفاهم وياك ان شاء الله ما يهمك انت. وعشان البيت هالبيت منهش عندي صغاريه البيت ان شاء الله ما البيت ما بعدنا في الاسكان. المهم عشان المستشفى وتكلم على الشيوخ سلطان سلطان هي سلطان بن زايد ما شاء الله عليه بعد شديد وغيره محمد بن زايد وغيرهم ما شاء الله يعني مو مقصري بس الله الله ان شاء الله. هاي هاي بنت بسلم عليك عدني يا عمي اسلمي على عمي 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 راشد سلمي عليه مسكين هو يحب الناس كلها تسمع. ها اسمعي السلام عليكم. السلام كيف حالك؟ ايش حالك بخير؟ عليكم امي. انت منو اسمك؟ ساره. ساره اسمك انت؟ شو تبين شو اشتري لك ساره شو اجيب لك باكر؟ حلاوه. حلاوه بس ما تبين شيء ثاني؟ شو تبين بعد؟ بعد غير الحلاوه شو تبين؟ حلاوه. بعد غير الحلاوه حلاوه ان شاء الله باكر بجيب لك شرط حلاوه من باكر بعد شرط. زين وهذا ارمس عمي هذا عمك تعال عمك ابو راشد عطنا يا بنشوفه شو يبغى ما عليك ارمس ويا ريال طيب عطني يا ما عليك ارمس. السلام عليكم. السلام عليك. عليكم محمد. محمد كيف حالك؟ خير. محمد ليش ما تصير مدرسه ابوي؟ ها ليش ما تصير مدرسه؟ ما اسمع. ليش ما تصير المدرسه؟ يلعب كوره تراني اليوم راسي عمرني. ليش؟ ما اعرف. ها بس اليوم ما صرت يعني. ايه. زين شو تبى باكر؟ شو اجيب لك باكر؟ شو اشتري لك؟ شو تبغي؟ ما ابغي. لا لازم تقول شو تبغي عشان اجيب لك باكر. شو تبغي؟ اي شيء تبغي قولي يلا. ما ابغى. لا لا قول شو تبغي؟ تبغي ايباد؟ تبغي لعبه؟ سيكل؟ شو تبغي؟ ها؟ ما ابغي شيء. لا لا قول شو تبغي لازم ما يستوي. ابغي بلايستيشن 3. ها؟ بلاي ستيشن 3. لا ها شو عيال ما ابغي. لا لا قول قول شو تبغي مبلا. ها ما ابغي. لا لا مبلا لازم تقول شو تبغي. شو تبغي؟ ها محمد ما ابغي شيء. محمد قول لي يا صديقه قول لي شو تبغي. قول لي ما بيكسر الرجال. قول لي قول لي محمد. محمد شو تبغي؟ شو تبغي؟ قول لي. أنا صديقك قول لي شو تبغي؟ حولوا لي مستشفى أنا بمستشفى. ها؟ شو تبغي؟ أنا بس ما أبغي شيء. لا بلا لازم تقول لي محمد باكر بيجيك البيت أنا لازم تقول لي شو تبغي. مسكين طيب يني هاي ينية هي زارة هي زارة بسم الله الرحمن الرحيم في ينية. بلاي ستيشن 3. والله ما بيقصر. زين؟ بيعطيك عرفه ريال عسل. أوكي حبيبي. زين إن شاء الله. أوكي. زين. بيعطيك براه براش مسكين طيب بس طيب. الو ها ابو محمد. زين خلي لين اجيك باكر محمد. زين حبيبي. زين انا عشان المستشفى. زين باكر بيك محمد حبيبي باكر بيك بتفاهم وياك. زين انا اليوم صار مستشفى خلاص انا بيجي نسيبي وديني مستشفى. زين باكر انا بيك وبسيلك تليفون. زين باكر بالنهار بيك. انت ما اتصلت تلفونك خاص فيني اتصلت ولا سولفت باكر بتصل لك باكر يوم وانا جاي على الدرب بسوي لك تليفون ما نسولف انا وانت. لا انا صار مستشفى والله صراحه صار مستشفى انا تعبان انسان تعبان. زين باكر انا اسمعني. زين اسمعني باكر بيك انا وسلم على شيوخنا نسلم عليهم. الله يسلمك حبيبي. والديوان ما ردوا علي والله. زين باكر اسمعني. زين باكر انا باكر انا بيك ما يهمك انت شو تبغي انا بعطيك. شو الديوان شو قال تعرف شو قالوا؟ قالوا خلاص انت راضين عليك هذا المساعده الماليه رضوا علي. ما يهمك المساعده الماليه موجوده عندي انا فالك طيب. زين يعني ما تحولون لمستشفى؟ بلا خالي اصبر خلني اي باكر اتفاهم وياك. ابو راشد انت ريال طيب. اسمعني زين حبيبي حبيبي محمد محمد ابو محمد. انا كره اخواني كرهنهم. لا لا تكرههم اخوانك. ما كرهنهم كره العمى بس انا شو ما حد يوقف عندي. لا لا انا اخوك تراحي ما تباني انا اخوك؟ ما تباني انا اخوك؟ انت اخوي وصديقي. خلاص انا اخوك وصديقك من يوم سنه. محمد مسكين طيب. انا ربي باكر اسمعني 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 ابو محمد ابو محمد يا اخي تعبان يا اخي والله. ان شاء الله ان شاء الله قام يتعب. ان شاء الله البيت بينهش على عيالي. لا لا ما بينهش. زين محمد خلي انت باكر انا اسمع. تعال
اشوف البيت وبدي اشوف حالتي نفسيه كيف. زين باكر محمد 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 حبيبي باكر بين. زين زين ابوي شو بسوي بعد؟ انا بتمل في البيت القديم والديوان رفض علي اليوم. الديوان هذا محمد ولي محمد رفض علي ان يعطوني مساعده ماليه. والله العظيم رفضت هاي الحرمه. فالك طيب محمد خلاص انا قلت لك فالك طيب حبيبي فالك طيب ولا بتسوي شيء ولا بتخلونا كذا عاثرين احنا شو انت كذا. انا لا دوام حاله نفسيه عندي عندي عيال عيالي بي 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 بعدين بيموتوا وبيطيح عليهم الصقف بيطوه بعدين. لا لا ان شاء الله ما بيموتون ان شاء الله. الله يعطيهم العمر ينفعونك يكبرون. والله العظيم انا بس انا اعرف ان شيوخنا ما مقصرين. ما مقصرين يا ريال ما مقصرين ان شاء الله ما بيقصرون. هم هذيل اللي ما 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 ما, 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 ما موافقين اللي تحتهم. ما اقول لك الشيخ لا الشيخ شيوخنا ما مقصرين مساكين بس ما يسمعها. فالك طيب محمد فالك طيب حبيبي باكر انا بيك بتفهم. انا ما فينا اتدخل بامور بنعقب. عن امس قالوا لي لا لا تدخل امور اللي ما يخصك في تنعقب ورا الشمس ولا شيء. لا لا ما عندنا حد يعق حد ورا الشمس. لا تسمع الكلام ما يقصون عليك. شو الكلام هذا؟ لا 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 انا اعرفهم بشيوخنا طيبين. ما عندنا حد يعق حد ورا الشمس. لا تسمع الكلام هذا. انا عندي حاله نفسيه واعاني من حاله نفسيه. ليش؟ من الظروف عندي بنك ويطالبني البنك ب 500,000. والله العظيم اني طالبني البنك 400,000. وان وعندي حاله نفسيه. عندي تقرير من المستشفى ان الرجال يعاني من حاله نفسيه. ليش عاني من حاله نفسيه؟ انت خبرني ليش عاني من حاله نفسيه انا. وعندي هذا عيال عندي ثلاثه عندي ثلاث بدرات. وانت جزاك الله خير ما قصر. جزاك الله خير والدنيا كلها تسمع. جزاك الله خير بالنجوى. لا ما بنت ما بنت محمد. اسمعني زين محمد اسمعني اسمعني يعني عندي عندي شغل حبيبي. باكر انا بيك خلاص باكر بيك وعد اقول لك باكر بيك. ومزين وكلمهم زين وكلمهم كلمهم اول اول, أول باكر انا بسي مستشفى اليوم بسي بس مستشفى النفسية اليوم صاير تبين نسيبه بي بودي له مستشفى سعيد اسمه زين ودي المستشفى زين. او شيء سموه هلا هلا بالعيال هذا عندي ثلاثه والبيت هذا انا طالب من الاسكان. وقبل سنين طلع لي البيت هذا البيت القديم احنا بنهش. والله العظيم ان البيت بنهش ما اكذب عليك. تعال شوف طالع البيت كيف بنهش. تعال زين ابو محمد انا كذاب. تعال ما بكذاب يا ابو محمد. ابو محمد حي باكر انا بيك خلاص باكر. انا عرفت ريال كريم زين باكر فالك طيب. انا اليوم صار مستشفى فالك باكر بيك باكر بيك. زين باكر انا اليوم عندي شغل باكر بيك. باكر ما عندي دوام مجاز. ابو راهد يقول باكر باكر ترى باكر مجاز ما عندي ما عندي دوام. باكر مجاز انا خالص. هي ما عليك من هاي هاي خقتهم هاي. وهلا هلا بالشباب هذول اللي ياخذ السيايير وبحطين لهم ولا خلاص خلاص. بس انا ما رمست اكثر. لا ابو راهد طيب ريال طيب مسكين. ابو راشد ريال طيب زين حبيبي باكر زين رحم الله والديك. الله يخليك ويسلمك. وش يسموه هالله هالله باليتامى وصغارية. شيخ زايد ما قصر بنى ليهم بيوت هناك مسكين ما قصر. بنى ليهم بنى ليهم في مصر بنى ليهم في وش يسموه ما في مصر. هو وين بنى ليهم هو ايه مصر ايه بذكرك عن سالفة المصري. والله العظيم انت وياي ابو راشد. اسمعك خالي محمد عندي شغل. والله عندي شغل. خلي ارمس ويا ابو راشد. زين عندي شغل خالي عندي شغل. بارك الله فيك. بس دقيقه بس. زين يلا دقيقه يلا. انا يوم طالع من البحر جاي ويا تاكسي. انا راعي التاكسي خبرني يقول لي ان زايد ما شاء الله عليه ما حد احسن عنه. الله مالك. باني لهم في مصر باني لهم بيوت باني لهم هذا صح على حق. ليش؟ اللي يبني هو رب العالمين يعطيه خير ويعطيه رزق ويعطيه كذا. بنى ليهم ما قصر وياهم الحمد لله. وشو مسكين قبل هذا قبل ما يموت مسكين قال دفنوني هنا عند المسجد ودفنوه هناك مسكين وحليل. جزاه الله خير يعني ما قصر. يعني بنى مسجد وبنى كل شيء وهالبيوت اللي عطونه قبل السنين ما قصر ويانا. يعني كله من شيوخنا ابوه محمد بن راشد الله يطول عمره. وخله بس زين باكر محمد محمد ابو محمد حبيبي باكر اياك ان شاء الله. ايه ايه كل الناس تسمعني. و
كل الناس يسمعونك. اسمعني زين محمد بخلص بس انا تعبان يا رجال. زين اسمعني زين اسمعني فالك طيب يا محمد. اسمعني يا محمد حبيبي بس طيبين. زين بس محمد بن راشد هنا هو شيخ زايد الله يرحمه يو بنوا لنا بيوتنا بنوا لنا هذا. انا عاني حاله من نفسيه بس في المستشفى. زين ان شاء الله محمد حبيبي ابو محمد بس التليفون باكر زين بس انت شوف شوف عيالي ثلاثه مساكين وهذيله وشوفهم وطالعهم وش يسموه انا وين حاسيه ما فيني. زين يا محمد بيك باكر ان شاء الله ابوي حبيبي الحين يوم بخلص بسيلك تليفون. زين صدق بتسوي ولا لا 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 صدق صدق الحين من اخلص بسيلك تليفون الحين الحين من يعطوني الاعلانات بنحصل الاعلانات بسيلك تليفون. ما بي زين الحين يلا كذاب انت وانا انا بطلع للشيوخ عن الحق والله هم شيوخ ما مقصرين هذول كذابين اللي يعقوا لنا فساد يسووا لنا فساد في الدنيا هذه هذي لهم كذابين. كم رقم؟ وأنا مرضى على شيوخنا. صور خمس صور. هو مسكين بتصل بعد قال بتصل لك أنا بعد خمس دقائق بشوفه كان تصل تصل. أبو راشد أبو راشد ريال طيب. زين شل التليفون رن تليفونك. بتصل بعد كم؟ شل التليفون يتصل تليفون شله. ألو. الشيخ راح متصل فيني. قال انه ما فيك تحصلي على علاج تفتح. وجدد لكم التحيه مره اخرى مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام من خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الامارات العربيه المتحده من عجمان. ونتواصل معكم ونتواصل ايضا مع طارق النقبي مدير الاعلام بهيئه الماء التجاري والسياحي باماره الشارقه يتحدث عن مهرجان اضواء الشارقه. سيد طارق السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. استاذ طارق حياك الله اخوي راشد. كيف الحال اخوي؟ الحمد لله بخير. ان شاء الله بخير كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانت بخير ان شاء الله. الله يطول لي عمرك خليك حياك الله. الله يحييك. يا هلا وسهلا يا طويل العمر. حبينا نتكلم شوي عن مهرجان ابو الشارقه. تفضل يا طويل العمر. كل الكرام نبدا خفيف عن المهرجان وان شاء الله يستمتعوا في المهرجان خلال الايام القادمه ان شاء الله. في البدايه طبعا مهرجان ابو الشارقه تنظمه هيئه المتجر والسياحي في الشارقه للعام الثالث على التوالي. نعم. وهذا المهرجان فكرته انه يعرض الرسومات لفنانين عالميين رسومات عن طريق الاضواء على المباني اللي تميز بها اماره الشارقه في كافه انحاء الاماره سواء في مدينه الشارقه او المنطقه الشرقيه. نعم. هناك العديد من المواقع في الحقيقه اللي يشهدها ويشملها هذا المهرجان 14 موقع في اماره الشارقه. نعم. وموقعين في المنطقه الشرقيه في مدينه خرفكان ومدينه كلبه. نعم. وان شاء الله بيكون حفل الافتتاح بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يوم غد في القصبة وبيطلق رسميا ان شاء الله فعاليات المهرجان في كافة المواقع. بس ابتديتوا انتم من امس ابتديتوا اخوي ولا لا؟ هو احنا الاستعدادات بادية طبعا. لان انا امس طفت ما شاء الله على البحيرة والمساجد اللي على البحيرة ما شاء الله كانت جميلة جدا وتتلألأ الحمد لله رب العالمين بالألوان الجميلة جدا الحمد لله. وكان بعد في جمهور كبير الحمد لله ناس تعرف الآن من هواة التصوير وعشاق التصوير وعشاق هاي الإضاءة الجميلة يعني شيء جميل جدا ما شاء الله. بالحقيقة احنا اخوي براشد احنا شغالين في الاستعدادات والحمد لله ان الاستعدادات لاقت يعني اقبال كبير من الجمهور واللي حابين يصوروا فاحنا ممكن مثل ما تقول هذا ترويج اصلا للفعاليه قبل لا تبدا يعني. نعم. وهذا نعم. دليل ان شاء الله بتكون فعاليه ناجحه وفيها اهتمام من الجماهير ونتمنى ان شاء الله كل الحابين هواة التصوير او حتى العوائل الاستمتاع بالعروض اللي بيقدمها المهرجان في كافه المواقع. نعم. الاشياء اللي شفتوها في السنوات الماضيه في بعض الاشياء شفتوها تجاوب الناس كيف من سنه لين سنه؟ هل يختلف يا طويل العمر انطباع الناس عن هذا المشروع؟ او عن هذا المهرجان؟ بلا شك اخوي ابو راشد احنا من سنه لسنه ايضا نعمل على تطوير المهرجان. السنه الماضيه كنا شمل المهرجان على 12 موقع في مدينه الشارقه فقط. نعم. السنه هاي يعني في طلب من الاخوان بكل انحاء الاماره. نعم. حبينا ان يكون مهرجان اشمل اوسع. نعم. فشملنا موقعين في المنطقه الشرقيه. نعم. ولنسهل على الناس ايضا مشاهده العروض في يعني اقرب موقع لهم في انحاء الاماره. نعم. وان شاء الله مستقبلا ايضا يمكن يتوسع بعد يشمل مناطق كثيره في اماره الشارقه حتى المنطقه الوسطى ان شاء الله. بلا شك احنا السنه بعد نهايه كل مهرجان نزلت. نعم. المواقع الجديده. نعم. بالتعاون طبعا مع الفنانين والمشاركين معنا في المهرجان. نعم. ونشوف المواقع اللي ان شاء الله نقدر نزيد فيها فعاليات المهرجان ان شاء الله.
فان شاء الله مرجان بيكون من تاريخ من باكر ان شاء الله الى يوم 15 فبراير ان شاء الله يا رب. واذا حاب ان اذكر بعض المواقع المهمه اللي نعم اذا امكن. نعم نعم عندنا القصبه المكان مكان الاطلاق ان شاء الله نعم. الواجهتين الخارجيه والداخليه نعم. حصن الشارقه ان شاء الله بعد بيكون في عروض تفاعليه مع الجمهور عن طريق الايباد والاستخدام التقنيات الحديثه نعم. مسجد النور، ميدان قصر الثقافه نعم، واجهه المجاز المائيه نعم، ومسجد المجاز نعم، بحيرة خالد ودار القضاء والسوق المركزي والمجلس الاستشاري نعم، ومسجد عمر بن الخطاب في مدينة خلفكان وجامعة الشارقة في مدينة كلبة. هذه المواقع إن شاء الله. وفي موقع عندنا هنا على الموقع الإلكتروني SLF.ae في المعلومات شاملة عن المهرجان. الله يطول لي عمرك خليه. حسابنا أيضا على تويتر شارجة توريزم، ممكن يتابعوا الفعاليات والصور اللي نحطيها أبديت على للجمهور الكريم. الله يطول عماركم ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، ودائما في إمارة الشارقة هذه الإمارة الباسمة من خلال كل إزاكم الله خير كل الفعاليات اللي تقومونها وكل المهرجانات، وخاصة ما يتعلق بمهرجان أضواء الشارقة هذا الحدث السنوي والجميل واللي يترك انطباع طبعا عند الناس. ومثل ما ذكرت لك البارح ما شاء الله الجمهور متواجد على البحيرة، على المسايد، هاي المسيد اللي على البحيرة والمسيد الثاني الحمد لله، وبشكل كثيف الحمد لله رب العالمين. تعرف هذه الأمور يعني تدخل خاصة ما يتعلق بالأضواء والألوان في الليل، تدخل السعادة في النفس يعني الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك، مشكور يا سيدي، مشكور، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. حياك الله الغالي، يا هلا وسهلا بك. حياك الله طارق النقبي مدير الإعلام طبعا في هيئة الماء التجاري والسياحي بالشارقة، تحدث عن مهرجان الأضواء واللي بينطلق إن شاء الله يوم غدا إلى يوم 15 إن شاء الله. مثل ما ذكرت البارح ما شاء الله خلق الله على البحيرة، المسايد الثنين اللي على البحيرة الحمد لله رب العالمين، واحد ملونينه كذا بيج وبني، شو جميل طالع، والثاني عاد متلألة فيه أزرق ومخطط كذا، وتدخل فيه مثل كأنه الرذاذ يطيح من فوق من خلال الألوان، طالع وايد 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 جميل. وتعرف أنت على أيام ما شاء الله بعد هواة التصوير كثرانين اللهم لك الحمد والشكر، وبعدين أصبح التصوير يعني سهل جدا من خلال التليفون الآن، ما يحتاج حتى تأخذ كاميرا، فالناس كلها بتليفونات تتصور، شيء جميل. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو، وايد لحظات. أيضا بانتظار مداخلة من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة شارقة حفظه الله ورعاه، واللي دائما صراحة يسعدنا من خلال مداخلاته وعنده اهتمامات كثير جزاه الله خير. نتشرف الحمد بداية يعني ونشكره جزيل الشكر على متابعته الحثيثة لطبعا قناتنا والقنوات الأخرى جزاه الله خير، فدائما يعني متابعات لي يكون لها الأثر الكبير الحمد لله رب العالمين، الأثر الكبير في أنفسنا الحين، في إسعادنا الحين، وفي إسعاد الناس الآخرين من خلال الخدمات جزاها الله خير اللي قدمها. طويل عمر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحت طال عمرك؟ الله براشد، كيف الله حالك؟ والله يا طويل عمر سعيد جدا، ودائما تسعدنا من خلال الله تواصلك. الله يطول عمرك خليك، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. الله يبارك فيك، الحمد لله. الله يطول عمرك. الله يبارك. أنا بس بالأمس أنا ما شاهدت الحلقة لأن أنا كنت خارج يعني على الدوام. نعم. بس خبروني قريب واحد تكلم مع براشد وقال هذه مبرة بتسحب بيتي، وإذا براشد ما أعطاه فرصة يعني غلبت المحبة على طلب طالب الحاجة. بس بغيت أوضح لك يعني قصة هذا الشخص، يعني هذا واحد يسموني الشلواني وسلمك الله أعطي بيت هنا في المنطقة الخارجية، بيت جديد يعني شعبي، وخرج خففنا على البيت يعني، فبقى في البيت أمه وخواته انتين وأخوه زوجة أخوه. نعم. صار يطالب بالبيت القديم، يبقى يخرج الأهل من البيت. نعم. هذين طبعا ما عندهم حول ولا قوة، الأم صابها القلب ونقلوها إلى المستشفى، وطبعا جت المحكمة. نعم. طلبتهم الحضور، الولد أخوه هرب عشان ما لا هو يعالج البنت الوالدة ولا هو قادر يصير المحكمة، شو بيعمل يعني. أنا استخبرت على طول بالموضوع يعني. نعم. فأنا كلمت عندي المسؤول في المبرة، أعطيت التليفون هذا الشخص. نعم. قلت له قول للبيت اللي أعطاك يا شيخ سلطان بياخذه.
وبنعقك انت في الشارع. نعم. وحقك في البيت بنعطيك اياه لك ما بتسكر يعني. نعم. هو اول حاجه صرخ عندك يعني، لكن اخر شيء راح طبعا سحب القضيه من المحكمه. اها. وخلينا بعد شوي عشان ينضى يعني. نعم. هذا كل يوم عند الباب هنا. عند الحرس يعني يتصل بهم ويتصل بالمبرة، وهذا يقول لي قلت خليني يستوي شوي. نعم. انا ابوي يعني الحين والدتك طايحه في المستشفى، والاخو هذاك هرب، باقيات ثنتين بنات في البيت وعافد عليهم، يعني هذه قله ادب. هذا 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 لا يكرم ولا يقرب ولا كذا. نعم. اذا ان شاء الله انت شو لك نصيب في هذا البيت بنوصل لك. نعم. وخلي الاهل في البيت. نعم. اذا بغيت بيتك يعني. فأظني هذا كان الحل، وهذا موضوع الرجل اللي اتصل يعني. نعم. بك وانت ما سمعت لي. انا والله طويل العمر انا ما يعني ما يعني كلام اللي قاله ما اقنعني اني والله الشيخ بياخذ بيتي. يعني ما متعودين الحمد لله رب العالمين منكم هذا الشيء طويل العمر. الله هذا يعني شوف يعني يتاخذ البيت ولا ما يتاخذ او يؤدب. اي بس يعني انت سويت عشان يتأدب طويل العمر بالله سواه بهلي يعني. لا مهما كانت عيالي هم مهما كان الله الواحد بعد لازم اوقات يتعامل ويا عياله في بعض الامور مثل شيء عشان شوي يتأدبون ويصلحون ان شاء الله. لا بالعكس طويل العمر كلنا عيالك ودائما نستمع الى نصائحك وما تتخذ الا الاجراءات اللي تشوفها انت مناسبة لحمايتي مثلا حتى الواحد اللي بيضر اهلي جزاك الله خير ما تقصر. لا الله يجزيك خير. الحمد لله يعني نحن مثلا واحد يعني كان عند ابو عمر يقول له رحت خدت توقيع الشيخ قالوا هذا ما يمشي طبعا. نعم. سلامك الله يا ابو راشد. لما يكون واحد انا لاقفه في الشارع يقول لي اريد بيت. نعم. انا شو عرفني هذا اعطي بيت ما اعطي بيت، فالتوقيع موجود لكن اكتب المراجعه. نعم. فهيلا لما يكشفون يعرفون يعني، فيتصلوا بي انا يقولوا لي ترى هذا، قلت له خلاص ما دام عنده خلاص يعني. لا قالوا له يقولوا لي ما يمشي. اها لا هم هاي نسمعها طويل العمر صراحه نسمعها. نعم صحيح نسمعها. يقول لك والله قابلت شيخ سلطان. لو ينظر الى الى الى, إلى التوقيع فوقه بيعرف شو الموضوع. حتى بعضهم يقولون الشيخ عنده توقيعين طويل العمر. لا هو توقيع يمشي توقيع ما يمشي. هذا فيه اذا انا كتبت يعتمد. نعم. هذا الطلب يبقى خلاص يعتمد. نعم. لكن انا ما متاكد من هذا الشخص. نعم. اقول ارجو الاستفسار والمراجعه واعطيه التوقيع. نعم. يعني بشكل هذا. نعم. فما هو كل واحد يعني كواحد طلب بيت ونحن عطينا بتستمر المسألة وما بخلص يعني. نعم صحيح. فهكذا ما معناه الشيخ لتوقيعي. توقيع يعني. نعم. يعتمد. نعم. توقيع معنى يراجع للمراجعة. يراجعون الجماعة إذا شافوا الريال عنده بيت خلاص يعني ما يعطونه يكلمونه. نفس الشيء براشد. نعم. يعني بالنسبة للأراضي نفس الشيء أكتب أنا. نعم. أنا أكتب قبل براشد كنت أكتب أعطوا قالوا يعني الشيخ كم يعني في ناس أعطيتهم ثلاث مرات كنت خلاص حظة هذا. نعم صح. نعم. يعني نعم. مثلا الحين نحن نوزع أراضي. نعم. تعرف يعني نقول هذا الشخص المواطن أقول له، وأنا قلت هذا الكلام في لما كنت مشتط شوية يوم على الجماعة وقلت الليلة جذور في هذه الأرض هو اللي بيبقى يعني، واللي ما له جذور بينخلع. نعم صحيح. طيب صحيح. لو واحد سألني أنا قال لي تعال يا شيخ أنت حي تقول أنا ما لي جذور لأن ما عندي أرض أحط فيها جذوري، صح ولا لا؟ أنا راجعت. نعم. نفسي يا راشد ولمت نفسي. نعم. وقمت على طول وقلت بعطي كل واحد أعطيه. نعم. ولذلك طلعت هذه كل واحد مواطن ما عنده أرض تجارية أو صناعية. نعم. هذا ترى نحن الآن خلصنا 6000 قطعة، الآن نخلص إن شاء الله في الشهر القادم 6000 قطعة بالشكل هذا، والكل سيحصل حتى هذا يكون جذورة في هذه الأرض. نعم. هالشكل يعني 6000 قطعة طويلة لأنه تحدث عن التجارية والصناعية و... لا كل واحد يأخذ قطعة تجارية وصناعية. نعم. كل مواطنين إمارة شارع. وهذا يعني طبعا هو مثلا للواحد الفرد اللي ما أخذ قبل يعني. نعم. إيه قبل يعني. نعم. الناس اللي مستحقين لأن اللي عنده طويل العمر بعد مثل ما قلت أنت جزاكم الله خير دائما تعطونه ما تقصرون الله يجزيكم خير. في حالات يعني. نعم. ولا يوصلك الحمد لله بعد أنت ما ترد الله يطول عمرك. لا الحين ده بتحط السكين بعد ما بزين يعني بتقص. لا في ناس مثلا. نعم. ماخذين. نعم صحيح.
لكن بعد أنت تبرر لهذا الإنسان. نعم. مثلا نعم. أنا مثلا مواطن وأنت أعطيتني أرض وأنا صرفت بيها، يعني جاتني ظروف ما عندي وسيلة لهاي، قلت أقول في خاطري أقول في بلدان يبيعون عيالهم في الحاجة، وشو الأرض هاي مال الشيخ هذي أباعها. نعم. طيب هل نهدى هذا نحرمه بعد؟ ما يجوز، ظرف جاء عليه بعد أنا أكون عليه بعد، لا ما يجوز. الله يجزيك خير. هكذا واحد يقول أنا تنازلت بها حق أختي حق أخوي بعد هذا بعد نبرر لنا ما راحت بعيد لا في نفس البيت يعني. نعم صح. ولذلك يعني نحن مثلا من أمر يوم إن شاء الله الأسبوع القادم نعم. نوضح حق اللي عندهم هذه الأسماء الواردة عليهم. نعم. نقول لهم تعالوا عاد ما على طول كل حد يعني، لا في حالات تريد لها مراجعة وتريد لها مدارة. فبالشكل هذا يعني. وهذا تريد يقول والله يقول مثلا يقول المبرة ردت علي، المبرة ما بيرد، هذه الموظفين ما لهم في هذا، تعرف اللي يشيل الورق ويحطه. نعم. بس يعتبر مراسل طويل العمر يعني. لا هم يطلعون الورق يسلمونه آخر النهار يسلمونه. وطويل العمر أنت تطلع على الأوراق هاي كلها؟ هذا يوم أجي أنا من صلاة الفجر الصبح قبل ما أدخل البيت. زين. عند الباب عندي طاولة. نعم. بدون كرسي بعد أجلس، لا على طاولة بدون كرسي. أجلس أقرأ هاي الرسائل كلها. كلها طويل العمر تقرأ؟ لا. كل يوم كم رسالة تقرأ طويل العمر؟ وأعلق عليها وأرسلها لهم. كم رسالة طويل العمر تقريبا؟ يعني تعرف في رسائل يعني تنحل بينهم هم والجهة. نعم. يعني مثلا واحد قال أنا ما أعطوني بيت مش عارف إيش، فهو يتصل بالطريقي يقول له هذا الاسم موجود عندك، يقول له موجود، أعطني مواصفاته، يقول هذا كذا 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 دورة جاي في كذا كذا خلي راجعني كذا، هاي تنحل على طول يعني. لكن في أمور مستعصية. نعم. هي ما يقدر له يحلها ولا الدوائر تحلها. نعم. تجي عندي مثل هذه الحين. نعم. اللي قال أنا مثلا اضطريت وبعت. نعم. الأرض. نعم. منو يصير يسمع هذا؟ ما حد بيسمع. نعم. ولا قال أنا أعطيته أخوي من زمان يعني، هذه أنا اللي أسمعها يعني. نعم. فأنا أقرأ هذه يعني. نعم. يعني أقل رسائل يعني 6-7 وأكثرها يبقى حوالي تقريبا 10 عشر 11. وبشكل يومي يا طويل العمر؟ يومي طبعا. الله يجزيك خير ويعينك. يروحون عني. نعم. بس يوم يجي عاد بداية الأسبوع تلقمة عودة. نعم. ها بداية الأسبوع طويل. هي ترى البراق يسجل. نعم. الأوراق تمشي. نعم. على الإيميل حاطين لهم الحين بعد. نعم. الناس تشتغل يعني. نعم. الحمد لله رب. والحمد لله يعني. اللهم لك الحمد. والدنيا بخير. اللهم لك. الدنيا ونحن نوجه نقول الحين الإنسان اللي الله أعطاه هذه البلد وهذه الناس وهكذا، يا أخي يعني أنتوا شوفوا ما حوالينا شو اللي صاير، شوف كيف يعني يوميا هذا، شوف أنت أمس هذا في مصر كيف يسحلون الرجل هذا. نعم طويلة. نعم. شوف. نعم طويلة. ها. نعم. نحن ما قلنا له شيء، بس كلمناهم وغيره وضجوا علينا، الحين هم شو يسوون. نعم صحيح. لا إله إلا الله. نعم صحيح. فنحن الحمد لله في هذه البلد يعني ننعم بخير والناس مبسوطة، وحتى ولو مقصرين أنا أقول للناس ترى سامحونا، نحن كثرة الأشغال علينا ها، لكن ما ننسى إن شاء الله، ما بننسى إن شاء الله. لا طويلة. والحمد لله والله يوفق الجميع ويوصل هذه البلد إلى مصاف الرقي. نعم. يعني بقيادة الشيخ خليفة والشيخ محمد والحكام. نعم. كلهم هذيلا كلهم يشتغلوا. أنت لو تشوف أنت اقرأ الصحيفة من الصبح. نعم. أنت شو تشوف فيها هاي؟ نعم. ما هاي الحكام يركضون؟ نعم والله. نعم طويل العمر. نعم. هذا يركضون. اللهم لك الحمد. يلهثون. طويل العمر أنتوا لو تسافرون تشتغلون هاي كل مرة، أنت شو قلت طويل العمر؟ قلت أنا أسافر أشيل ملفات وياي. لا لا أشتغل. نعم. لا الحمد لله. اللهم لك الحمد طويل العمر. والله طويل العمر صراحة والله ما مجاملة شيخ، نحن محظوظين ان عندنا ناس مثلكم يهتمون فينا. الحمد لله والله العظيم. هذا يعني ما تجد في اي مكان ان حاكم يجلس يوميا تقول لي علي اجلس على طاوله عند الباب اقرا رسائل الناس ووجه فيها هذا.